مشاهدي ميديان تي في، اهلا بكم في هذه التغطيه المستمره لفعاليات جائزه الحسنه الثاني والدوره 27 لمنافسات كاس المريم، من هنا من مسالك دار السلام بالعاصمه الرباط. مسالك دار السلام التي تستضيف إذن اساطير رياضه الجولف العالمي، ومن بين الاساطير التي تتواجد بقلب العاصمه المغربيه هناك الاسطوره الامريكي توم ليمان الذي سبق له تتويج بالعديد من المسابقات الدوليه. توم ليمان، اهلا وسهلا بك على قناه ميديان تي في. I'm very happy and honored to host you on Median TV channel. Yeah, thank you. It's great to be with you. لأولئك الذين لا يعرفونك، أنت واحد من أكثر اللاعبين الموهوبين والمنتظمين من جيلك. خلال مسيرتك الرياضية حققت 35 فوزا احترافيا، بما في ذلك لقبك في بطولة بريطانيا المفتوحة عام 1996. كنت أول لاعب غولف يفوز بجائزة لاعب السنة على جميع الجولات الثلاثة التي تديرها PGA، وكنت قائد فريق الأمريكي في كأس رايدر عام 2006. كنت هنا في الرباط العام الماضي، كيف تشعر بالعودة إلى هذه المسالك للمنافسة في بطولة الحسنة الثاني؟ أولا انظر إلى هذا الطقس الرائع، إنه بالتأكيد رائع. أنا شغوف أن أكون هنا وزوجتي، جئنا 5 مرات هنا وأحببت كل رحلة، وعدنا كنا هنا في التسعينيات، والمشاركة مجددا في هذه السنة والمشاركة في هذه الفعاليات في مدينة الرباط رائعة، هي مصدر لنا جيد. كما تعلم تم تصميم مسالك دار السلام في الأصل من قبل روبرت ترينت جونز سينيور. أنت تعرف هذا المكان، هل لك أن تخبرنا عما يجعله مميزا للاعبي الغولف؟ الأشجار، انظر إلى هذه الأشجار الباسقة التي تمتد هنا على امتداد الممرات والمسالك، وبالنسبة لي هذا ما الذي يميز هذا المكان. والمسالك تغيرت منذ أن بناها روبرت، فالمساحات باتت أكثر خضرة واستراتيجية وصعبة أيضا، ما يجعل هذه المسالك أصعب، وبالتالي بات هذا يعني مستوى عالي من المنافسة. لقد قمت بزيارة المغرب في العديد من المناسبات، ما هي الجوانب الأخرى من هذا البلد وثقافتها التي أصبحت على دراية بها؟ أفضل شيء هنا هو طيبوبة الناس. الثقافة يبدو أنها جذابة ومرحبة لكل الناس. كلما جئنا هنا، وكنت جئنا إلى مراكش وإلى هنا وأماكن أخرى، فناس مرحبون. هناك ثقافة الوفادة أمام الزوار، وأشعر فعلا بالاستمتاع، وهذا ممتع أن تكون هنا. لنتحدث قليلا عن مسيرتك المهنية. فزت ببطولة بريطانيا المفتوحة، وكنت قريبا من الفوز ببطولة ماسترز أغسطس. أي من بطولة الماسترز أو بطولة الولايات المتحدة المفتوحة قد تقول إنه كان يجب أن تفوز بها واحتليت المركز الثاني بسبب تفاصيل صغيرة جدا؟ نعم، كنت قاب قوسين في العديد من المرات، كما قلت في العديد من المرات في العديد من البطولات، وكان هناك البعض من هذه البطولات التي لعب فيها أحدهم أفضل، وكانت هناك مرات ربما كنت بالإمكان أن أقوم شيء مختلف، ولكن من فاز فاز، خصوصا في US Open أعتبر بأن كانت لدي فرصة لأحظى بذلك، ولكن أخطأت في بعض الجولات وعملت بعض البيرديز وانتهيت بالفوز، وكان هذا مثيرا للاستياء، وامتعت كثيرا لأنك أفلتت بعض الأشياء من بين يديك، وهذا صعب تقبله عندما يلعب أحدهم أفضل منك، يصعب عليك تقبل ذلك. كما قلت، كنت أيضا قائد فريق الولايات المتحدة الأمريكية في كأس رايدر. ما هي صعوبات هذا الدور؟ ومن خبرتك، من اللاعبين الذين كان صعبا التعامل معهم؟ أعتقد أن الصعوبة تكمن في الاختيارين الذي كان نقوم بهما، والفريق كان في 10 لاعبين تم اختيارهم، وكان علي أن أختار 2 فقط، وكان يصعب علي ذلك في مجموعة كلهم أكفاء، وكان هذا أمرا صعبا بالنسبة لي. بعد ذلك كان علي أن أضع الأشخاص المناسبين في المسالك المناسبة، وفريقنا لم يكن يلعب جيدا، لم نقضي أسبوعا جيدا، وهؤلاء لاعبون جيدون ولكن لم يكونوا في أحد اللحظات، وكان علي أن أجد ما هي الخلطة المناسبة، وكان هذا أمرا صعبا. لم تعطينا أي أسماء. لا أعطيك الأسماء، لا بالتأكيد لا، فالجميع يحاول في الواقع يبذل بلاءه ويبذل قصارى جهده ولكن لا تنجح الأمر.
حققت أيضا مسيرة ناجحة في جولة PGA Champions. هل تعتبر أن البطولة تصبح في كل موسم أكثر تنافسية؟ I think the quality of play just keeps getting better. لا زود لاعبين باب تستاد والشباب طريقة يضربون الكرة واللاعبون باتوا هنا جزء من تلك الموجة الجديدة اللاعبين الذين يقذفون عن بعيد وهذا جعل الأمر صعبا لتكون دائما بشكل متناسق منجزا واللعب باتت صعبة وبالتالي جيلي لم يكن على هذه الطريقة وبالتالي بدأت الأشياء على نحو آخر. كيف ترى تطور لعبة الجولف خاصة بالنسبة للاعبين؟ إن كوفيد كان أعطى زخما كبيرا للجولف لأنه أعاد الجولف إلى العائلة وإلى حضن الأسرة كما كانت عليه الأمور في السابق. الأمهات والآباء والأطفال كانوا كلهم يلعبون الجولف مع سويا وهذا كان أمرا جيدا بالنسبة للجولف وأيضا لمستقبل الجولف. مزيد من الأطفال يلعبون الجولف ومزيد من الأسر تنخرط وهذا أمر جيد. As you know, many golf legends have. العديد من أساطير الجولف مروا على مسالك دار السلام. سأعطيك ثلاثة أسماء واختر من بينهم من سيكون شريكك في مباراة بجائزة الحسنة الثاني. بيلي غاسبر، إني إيلز أو نيك برايس. كلهم ثلاثة كلهم لاعبون رائعون ولعبت كثير من الجولف مع إرني ولعبت أيضا مع إيلز ونيك برايس سوف أخذ بيلي إذن. بيلي غاسبر كان بطلا هنا. نعم هو من أحد وفق ما أنجزه كان دائما هو يعطى الفضل بأنه كان دائما اللاعب جيد ولكن لم يحصل على الفضل الذي كان يبغى يحصل عليه والاعتراف الذي كان يبغى يكون مثله. كان مع في مستوى فالمر وبيكنس وهو كبير وربما انزلق في النسيان. في نهاية هذه المقابلة نقدم لضيوفنا صورة للحظة مهمة من مسيرتهم المهنية ونترك لهم التعليق عليها. أنت الثاني على اليسار. هذا ربما كان في رايدر كاب. في رايدر كاب سنة 95 وقد خسرنا. كنا قريبين من الفوز ولكن خسرنا. العديد من اللحظات الجميلة في مسيرتك أفضل من هذه. نعم بالتأكيد كانت هناك الكثير من اللحظات. توم ليمان شكرا لك كان شرفا أن نستضيفك على قناة ميدي أن تي في. وشكرا لكم أيضا مشاهدين على طيب المتابعة. الموعد يتجدد بإذن الله يوم غد على نفس القناة وفي نفس التوقيت. لكم من أجمل تحية وإلى اللقاء.